عجلة القتال المدرعة البي ام بي 1 تعد من أهم العجلات الروسية المقاتلة، تجمع خصائص فنية وقتالية متنوعة. تفاصيل أكثر عن هذه العجلة سنشاهدها خلال هذا التمرين في مدرسة الدروع. بعد ما كملت الدورة الأساسية 82، الدورة مدة شهرين، واخذت دروس نظرية وعملية وكانت النتائج جيدة. والآن في ميدان الرمي باشرت الدورة بالرمي بالناقلة بي ام بي 1 والرشاشة فيفتيكال والرشاشة بكتة. هذا الرمي هو اللي الناتج الأخير للضابط، المحصلة النهائية يجب أن يكون متميزا بالرمي لكي يكون قادر على قيادة فصيلة في السلم والحرب. قامت اليوم مدرستنا بترمية الدورة الكلية العسكرية 82 التأهيلية صنف المشات الآلي الرمي الحي لكل من عجلة القتال المدرعة بي ان بي 1 المزودة بكل من المدفع عيار 73 ملم وأيضا الرشاشة بيكتة عيار 67. وأيضا قمنا بترمية هذه الدورة لسلاح الرشاشة الفيفتيكال الأمريكي الصنوع عيار 12.7 ملم. جاهز فاشل بالرمي. اليوم هو التطبيق العملي لما تم دراسته من قبل الطلاب دورة التأهيلية 82. حقيقة اليوم المدرسة سباقة جدا باستقاء المعلومات لكل الطلبة المتقدمين لاكتساب المعلومات في هذا الصنف الراقي. عجلة القتال المدرعة وما لها من أهمية تذكر في الجيش العراقي، فقد كان لها صولات وجولات في حسم المعارك ضد الإرهاب. لذلك تسعى مديرية الدروع جاهدة لتطوير كفاءة منتسبيها. من مدرسة الدروع محمد شويلي، إعلام وزارة الدفاع.